سلمت منذ قليل إلى سيادة رئيس الجمهورية تركيبة حكومة الوحدة الوطنية التي كلفني بتكوينها يوم 3 أوت الجاري. كما تعلموا قمت خلال أسبوعين الماضيين بمشاورات واسعة مع جميع مكونات الطيف السياسي والمنظمات الوطنية. بالنسبة لهيكلة الحكومة، قمنا بهيكلة الحكومة حسب أولويات المرحلة القادمة، الأولويات اللي ذكرتها في خطاب 3 أوت. بالنسبة للأمن ومقاومة الإرهاب، سيقع تثبيت وتعزيز المنظومة الأمنية التي حققت نجاحات مهمة في الفترة الأخيرة. أما بالنسبة لمقاومة الفساد، فقد وقع توضيح صلاحيات بين الحكومة وهيئة مكافحة الفساد التي سيقع تعزيز إمكانياتها. بالنسبة لمسألة التنمية والنمو، سننطلق أيضا في تغيير منوال التنمية تدريجيا، وذلك بالتركيز على تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وعلى الطاقات البديلة وعلى المهن الصغرى وعلى المبادرة الخاصة وعلى دفع التصدير. أما بالنسبة لمسألة النظافة، فقد قمنا بإصلاح إشكال مؤسساتي كان يعيق منظومة النظافة، وذلك بإدماج وزارة الشؤون المحلية ووزارة البيئة. قلنا أنها ستكون حكومة سياسية وحكومة كفاءات وطنية دون محاصصة، مع حضور للشباب والمرأة، وهذا ما قمنا به من خلال تكليف 8 كفاءات نسائية بحقائب وزارية هامة مثل المالية والصحة. أما الشباب فقد أفردناه ب 14 حقيبة وزارية، من بينهم 5 حقائب لشباب دون 35 سنة وكفاءات تونسية. وزير العدل غازي جريبي، وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني، وزير الداخلية هادي المجدوب، وزير الشؤون الخارجية خميس الجناوي، وزير الشؤون الدينية عبد الجليل بن سالم، وزير المالية لميا الزريبي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي، وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري، وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض الموخر، وزير التربية ناجي جلول، وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير بالطيب، وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي، وزيرة الصحة سميرة مرعي، وزير الشؤون الاجتماعية محمد طرابلسي، وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي، وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي، وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف، وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، وزير النقل أنيس غديرة، وزير الشؤون الشباب والرياضة مجدولين الشيرني، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيها العبيدي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني. ندعو كل التونسيين وكل التونسيات باش يلتفوا حول هذه الحكومة ويدعموها، لأنه إذا السند الشعب يكون موجود ف النجاح سيكون حليفنا إن شاء الله. شكرا لكم، ودامت تونس حرة مستقلة أبد الدهر.